أول خبر في عدد اليوم جورنال فيغ جاب عنوان الهزيمة أمام بركان تجر على الشاب سخط جماهير الرجاء الرياضي. وبعد ما تجرأ فريق الرجاء الرياضي الأحد الماضي أول هزيمة له خلال الموسم الكروي الجاري عبرت مجموعة من الجماهير الرجاوية على استقطاع المدرب التونسي سعد الشابي اللي ما تمكنش من قيادة الفريق الأخضر لتحقيق الانتصار الخامس على التوالي ضد الفريق البركاني. وما زاد من غضب أنصار الفريق الأخضر هو أن الهزيمة أمام فريق نهضة بركان كانت بالملعب العربي الزاولي أي أنها بالميدان رغم أن المباراة ما تجراش بمركب محمد الخامس. وعبرت جماهير الرجاء الرياضي على السخط الكبير من الهزيمة في الموسم الجديد خاصة أنها كانت في عقر الدار وحملت المسؤولية الكاملة للمدرب التونسي سعد الشابي ولاعبي فريقه. وعبرت مجموعة من جماهير فريق الرجاء في تدوينات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على امتعاضهم للمدرب التونسي اللي ما كانش موفق سواء في اختياراته التقنية أو حتى في اختيارات اللاعبين التغييرات اللي اقدم عليها في اللقاء. الرجاء الرياضي يجري حصة تدريبية خفيفة صباح الأمس والشابية منحوا لاعبيه يومي راحة. وجرى فريق الرجاء الرياضي صباح أمس الاثنين حصة تدريبية خفيفة في أعقاب مباراة نهضة بركان اللي خسروا النصر الخضر بهدفين مقابل هدف واحد الأحد الماضي. وعرفت الحصة المذكورة حضور كافة اللاعبين باستثناء متوسط الميدان محمد زريدة اللي تعرض للإصابة في مقابلة نهضة بركان واللي حال دون إكماله اللقاء بحيث جرى تعويضه بالكونغولي فابريس نغوما في الدقيقة 85. وفي سياق متصل منح التونسي سعد الشابي لاعبي فريقه يومي راحة في انتظار استئناف المجموعة التدريبية يوم الخميس المقبل استعدادا للاستحقاقات المقبلة. الرجاء الرياضي يتعرض لهزيمتين في يومين وتعرض فريق الرجاء الرياضي للهزيمة الثانية في أقل من يومين وذلك في المباراة الودية اللي جمعته بفريق الاتحاد البيضاوي الطاس صباح أمس الاثنين مركب الوازيس وفاز فريق الطاس على احتياطي فريق الرجاء الرياضي بهدف دون مقابل وذلك خلال المباراة الودية اللي جمعت بين الفريقين بالأمس. وبرمج التونسي سعد الشابي مباراة ودية لفائدة اللاعبين الاحتياطيين اللي غابوا على مباراة الأحد الماضي ضد فريق نهضة بركان برسم الجولة الخامسة من البطولة وكيسعى مدرب الرجاء من خلال هذا الإجراء للحفاظ على تنافسية اللاعبين الاحتياطيين تحذيرا للاعتماد عليهم في المباريات الرسمية المقبلة. محمد زريدة وأمير الحداوي يخضعان لفحوصات طبية دقيقة بعد تعرضهما للإصابة. وغيخضع محمد زريدة متوسط ميدان فريق الرجاء الرياضي للفحوصات الطبية لتحديد مدة غيابه على الميادين بعد الإصابة اللي تعرض لها في مباراة الأحد الماضي ضد النهضة البركانية. وأكد طبيب الرجاء الرياضي محمد العرسي بعد نهاية مباراة نهضة بركان في تصريح صحفي أن زريدة تعرض للإصابة على مستوى أحد أصابع القدم. وفي سياق متصل منتظر باش يخضع الحارس الثاني للنصر الخضر أمير الحداوي هو الآخر لفحوصات طبية دقيقة بعد تعرض التواء على مستوى الكاحل. مفاجأة جواد زيات يقرر حضور الجمع العام المقبل لفريق الرجاء. وفي تفاصيل الخبر منتظر باش يشهد الجمع العام لفريق الرجاء الرياضي المقرر عقده في 27 اكتوبر الحالي حضور جواد زيات الرئيس المستقيل حسب ما اكدته مصادر مقربه منه. وقرر جواد زيات الحضور لعرض تقريره الادبي والمالي والحديث على مرحله تسيره الفريق الاخضر لحوالي 3 سنوات قبل تقديمه الاستقاله مفاجئه في بدايه الموسم الماضي ربكات الفريق. ويحضر جواد زيات الجمع العام على اعتبار انه ما عقدش الجمع العام الاستثنائي الخاص الفترة ديالو اللي كان مفترض انه يقدم فيه حصيلته واستقالته كذلك من اجل انتخاب رئيس جديد للفريق اذ اثر من خريطي الرجاء على مواصلة المكتب المسير لمهامه الى حين نهاية الموسم الرياضي. ويشهد الجمع العام المقبل تقديم تقريرين ماليين وادبيين لفترة جواد زيات اولا ورشيد الاندلسي ثانيا وذلك قام تدرس باقي نقاط جدول الاعمال باش تكون النقطة الابرز في اخر الجمع هي انتخاب رئيس ومكتب جديدين. وكيحضر جواد زيات حاليا اجتماعات حكماء الرجاء بصفته رئيس سابق للنادي وكان اقترح في اجتماع سابق توافق حول لائحة واحدة غير ان المقترح ما حضرش بدأ من باقي رؤساء الفريق السابقين. دحنان أكاديمية الرجاء ستحتوي على متحف كبير. وأكد مصطفى دحنان عضو المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي أن أكاديمية الفريق الأخضر ستحتوي على متحف كبير خاص بتاريخ النادي الأخضر. ووضح دحنان في مداخلته خلال حفل تقديم كتاب الرجاء بعنوان ملحمة الرجاء دروب المجد أن المتحف سيحتوي على جميع ألقاب الفريق الأخضر وصور جميع رؤسائه وأبرز اللاعبين اللي تألقوا بالفريق إلى جانب أرشيف مهم من الصور الأخرى. وأكد المسؤول الرجاوي أن الفريق كينتظر الإذن من الملك محمد السادس من أجل تدشين أكاديمية النادي بعد ما كان الملك منح الأرض للتشييدات على الأكاديمية هبة للفريق بعد تألقه في كأس العالم للأندية سنة 2013. ويعمل فريق الرجاء الرياضي على نقل إدارته من الوازيس الأكاديمية اللي كتوفر على مرافق مهمة وملاعب بأشب جيد غتكون راهن إشارات الفريق الأخضر وباقي فئاته الصغرى.
كيس غيابات في صفوف الرجاء توربيكو الشابي قبل دوري ابطال افريقيا، وغتشهد تدريب فريق الرجاء الرياضي خلال فتره التوقف الدولي اللي كتنطلق من امس الاثنين للثاني عشر من اكتوبر الحالي، غياب مجموعه من اللاعبين بسبب التحاقهم بالمنتخبات الوطنيه. وغيبدا الفريق الاخضر تحضيراته للمواجهه اللي غتجمعو مناظيره اوليفز ليبيري لحساب الدور الثاني من مسابقه دوري ابطال افريقيا في ظل غياب تسع لاعبين بارزين، وذلك بفعل التزاماتهم مع المنتخبات الوطنيه. ومن المنتظر باش يلتحق الحارس انس زنيتي بالمنتخب الاول للمشاركه في مباراة الجوله الثانيه الثالثه والرابعه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم بقطر 2022، وذلك امام كل منتخبي غينيا بيساو وغينا كوناكري. وغيلتحق الدوري الكونغولي فابريس نغوما هو الاخر منتخب بلاده، وذلك تحضيرا لتصفيات مونديال قطر. ووجه الناخب الوطني المحلي الحسين عموتا دعوه لكل محمد الناهيري عبد الاله الحفيظي وحميد حداد للمشاركه في معسكر المنتخب الرديف المقبل على خوض ثلاث مباريات وديه ضد كل جنوب السودان سيراليون وغامبيا، وذلك تحضيرا لكاس العرب. من جانبه استدعى هشام الدمعي مدرب المنتخب الاولمبي كل محمد سبول عبد الله فرح ياسين الزبير والحسين الرحيمي. يهم الرجاء أزمة كبيرة بين موسيماني والأهلي قبل السوبر ضد الفريق الأخضر، وفعلا خصم الرجاء في السوبر الافريقي كيلف الغموض مستقبل المدرب جنوب افريقيا للاهلي المصري بيتسو موسيماني، بحيث افادت التقارير الاعلاميه المصريه بان العلاقه بين المدرب السابق الماميلودي سان داونز ومسؤولي الاهلي ما بقاتش على ما يرام. وفق التقارير الاعلاميه المصريه فضيع الدوري المصري وخساره السوبر وخاصه خصم مبلغ مادي بعد خساره اللقب الاخير كلها اشياء اثرت العلاقه بين موسيماني واداره الفريق الاحمر بقياده محمود الخطيب. وضافت المصادر نفسها ان مستقبل المدرب جنوب افريقي بات مهدد على راس الاداره التقنيه البطل افريقيا، وانه كاين اسماء متداوله من اجل خلافته. الامر كيهم فريق الرجاء الرياضي اللي كتنتظر مواجهه مع زملاء بدر بانون في اطار مباراه السوبر الافريقي في انتظار تحديد موعده بشكل رسمي. وكيتردد اسم المدرب البرتغالي السابق للزمالك المصري جيسوالدو فيريرا، علما ان موسيماني كيتوفر على ارض المغرب من فريق الوحده الاماراتي. كان هذا اخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. الى بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق في ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه. Yeah.